عادي يعني. طبعا. لكن الأزمة بقى لو هي مش حابه العريس ده او مش عايزه تتجوزه او تتخطب ليه او مرتبطه بحد تاني، طبعا بتبتدي البنت بقى في اللحظه دي انها تنزل بشعر ايه؟ المؤامره. طبعا البنت بتمارس اقصى درجات الذكاء اللي هو ممكن يكون مش معتاد عليها عشان تخترع طرق جديده تطفش بيها العريس ده. تعالوا نشوف دلوقتي البنات بتعمل ايه عشان يكون في رد فعل مضاد برضه من الشباب والصراع مش هينتهي. نشوف ونرجع مره ثانيه. الصراع. لو متقدم لك عريس وعايزه تطفشيه هتعملي ايه؟ تعالوا نشوف الناس قالت ايه. على طول ما ينفعش. احط له شويه ملح كده في الشاي لو هيشرب شاي، لان الارسان دلوقتي مش مضمونه اصلا. هقول له مش بحبك. كلمه باسلوب مش حلو ان هو ما يكونش متقابلني خالص. صدر الشربات. متشكر. هقول له مامتك وحشه جدا. ممكن اكلم صاحبي القديم قدامه يعني. همشي بالمبدا اللي بيقول ان الشيطان تلميذ السيدات. وحشتني يا بيبي. بالعقل بقى. هو جاي امتى؟ بس هو فين يجي؟ هو يجي ولا توش؟ وانا عاجبني العريس ده، عايز اتجوزه. وانا كمان حبيتها من اول نظره عشان طبيعيه يا بيحة. سكة العبيطه. هنكش شعري واحط جاز. انا عامله بقرف. انا هطلع شكلي وحش. يعني يكرهه فيا انه يكرهني. ياسمين عبد العزيز في حاحه وتفاحه. هعمل له زي سعاد حسني في الفيلم لما عملت روش كده وحطت ميك اب. مش عاجبك؟ ده انا عامله بينا دول الاثنين دول. لا لا ما تزعليش. هطفشه ليه يعني؟ هلبس له بيجامه واخرج له. ده عريس. معلش مرتبطه. انا عكس الشعب. لا اكيد مش هطفشه يعني، اقول له بالذوق يعني. ممكن يبقى بجح ويقعد عادي يعني. بس صاروخ. لا كده هموته مش هطفشه. هو هيطفش لوحده. هطرده من البيت. اطلب شبكه عاليه. اوقع علي الشاي لما جاي اقدمه له. يا لهوي، هو الرجاله يتعمل فيهم كده؟ لا طبعا. الله يبارك لك. بس والله هو يجي واحنا نطفشه بس يعني. والله كله من التلفزيون اللي بقى. طب انت يا سامي ما عملتيش حركه من دي ولا ايه؟ اللي ايه ماما يعني ايه قولي لي كتير. لا الاصعب ان لما حد مثلا يجي ويحس ان هو غير مرغوب فيه ويبتدي يزن بقى. يعني المشكله في حكايه الزن دي بتبقى حاجه مش كويسه. المفروض على فكره التقرير ده كان اتعمل مع الرجاله عشان اكيد مروا بالحاجات احنا دي. احنا عملناه عشان نستفيد. فهم المفروض اللي كانوا يقولوا لنا ايه احدث طرق التطفيش، يعني البنات بتطفشهم ازاي. ده اذا كان يعني اذا كان اصلا في اوعدك ان احنا نعمله في يوم ثاني ونشوف انت اتطفشت ازاي قبل كده لما رحت تتقدم لحد. الايام الجايه ان شاء الله نعمله. يلا. وعد باذن الله.